ملخص أهم الأحداث التي شهدتها دولة الكويت في الساعات الماضية فيما يتعلق بالحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 505 إصابات بفيروس كورونا وشفاء 514 حالة. أقسام العناية المركزة في وزارة الصحة اعتمدت دواء ديكساميثازون ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد-19. قوات الحرس الوطني تنهي مهمتها في خيطان بعد رفع العزل عن المنطقة. هيئة الاتصالات الكويتية تعلن عن إطلاق منصة لقياس سرعة الإنترنت في البلاد. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلن أن التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالاستبدال تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى. وفاة نجم منتخب العراق السابق أحمد راضي بعد إصابته بفيروس كورونا. يمكن كثير من القرارات كانت لليوم مو الأخبار، ما بين أخبار أكيد محزنة وما بين أخبار فيها تفاؤل مثل اعتماد هذا الدواء اللي يعني لحالات ممكن أن هي تسرع بشفاء من إصابة فيروس كورونا. صحيح، يمكن مثل ما قلتي حالة الوفاة اليوم النجم العراقي النجم العربي أحمد راضي وافته المنية. هذا يمكن كان أحد زملائنا في الاي تي في، قدم اللوبي الخليجي لأيام طويلة هذا الشخص الخلوق المحبوب. نشوف هذا التقرير ونرجع نعلق عليه.